من بعد احداث 11 سبتمبر شو في اجراءات جديده كرمال سلامه الطيران وحمايه المطارات؟ صراحه كل شيء بعالم الطيران تغير من بعد احداث سبتمبر 11، من زياده اجهزه الاشعه، بنعمل اكس راي لكل الباجج، للتفتيش الامني، لباب غرفه القياده صار ضد رصاص، في كثير اجراءات صاروا، بس اهم تغيير بالاجراءات اللي صارت هي كيفيه تعامل الطيار مع الخاطفين. قبل 11 سبتمبر اذا حدا عم بيخطف طائره هيدا هدفه يا سياسي يا جاي يسرق مصاري او اي شيء، فكان الاجراء للطيار هو انه يتبع تعليمات الخاطف. يعني اذا بده يفوت على غرفه القياده بنرحب فيه اهلا وسهلا، بنحكي معه، بنجرب نشوف شو مشكلته. الهدف كان انه ما ياذي الركاب الموجودين على الطائره. من بعد سبتمبر 11 ومع احتمال انه الخاطفين يستعملوا الطائره كسلاح، الاجراءات صاروا غير. الاجراءات صارت تسكر الباب ويصير بده يصير بتهبط بقارب مطار ولو كان عم بيأذي ويدمر الدنيا ورا، انه الطيار ولا ممكن صار يسلم غرفة قيادة لأي حدا. انه الفكرة هي انه الطائرة صارت تستعمل كسلاح، يعني اذا فات الارهابي لجوة غرفة القيادة متنا كلياتنا على الحالتين، اكيد بعيد الشر.